الحديد كأبن خشب. واش هذا النبات تحت الأرضي كاين في الأنوطة من الأنوط ديال الجبل. آخر مراسلة اللي جات الوكالة الحضارية كتقول لوزارة ديال الداخلية أنا ما غاديش نمول أي مشروع وخاصة هذا النبات الأرضي. وكاينة مراسلة عند الوكالة الحضارية وتنتوما راه عندكم واحد النسخة منها. وهنا فين كنقول التلاقي، يعني ما غاديش نبني كنبني شي حاجة وبرنامج عمل بلونطا ميناج بوحدو، برنامج عمل بوحدو، وزارة الداخلية واضحة، وزارة الداخلية تبدا أو لا بعض الوقت كيهضر على برنامج عمل، كنطمن داخل برنامج عمل اللي ما كانش عندك ما غاديش يتبع. دونك هاد النفق تحت أرضي راه كان نقاش سابق فيه وتوصلت لها الوكالة الحضارية لا نتوما أن الداخلية ما غاديش تمول هاد المشروع، وهذا مشروع كبير يتطلب أموال كبيرة. الاختصاصات ديال مجلس العمل لان داير مشاريع داخل المدينه، الاختصاصات ديال مجلس العمل واضح وباين في كيدخل، راه غادي يوقع لنا بحال المره اللي فاتت المراقب لا كيدير الاختصاصات ديالها، راه مجموعه ديال المشاريع اللي غادي تدار في المدينه ديال وجده لا تدخل ضمن الاختصاصات ديال مجلس العمل. ايضا كاين نقطة اللي متعلقة بالبرنامج الحكومي، كما قلت لكم كاين السياسة العمومية وكاين برنامج العمل. البرنامج الحكومي كيتبنى على اتفاقية ديال الشراكة بين الجماعة وبين مجموعة ديال المحافظين. إلا رجعتوا للبرنامج الحكومي ديال 2022 ما كنلقاوش حتى شي مشروع كاين في الجامعة ديال وجدة غير واحد غير الغابة سيدي معافى وكيدعموا الأراضي. 2023 في البرنامج الحكومي اللي يتعلق بالمدينة ديال وجدة ما كاينش حتى شي مشروع تعلق بالمدينة ديال وجدة. مازال ما عندي بزاف، لأن كاين البرنامج الحكومي وكاين البرنامج الفرعي اللي كيدير فين كتمشي للسيد كيدير في الجهة وكتمشي تكليكي على وجدة وكيعطيك شنو فيها. يعني أنا اطلعت عليها تقدر نكون غلط، يقدر يمرو أحزاب اللي راهم متواجدين هنا في الحكومة يقولوا لنا لا سي شاكر راه غلط، راه 2023 هاد المنبر وجدة هاد الوزارة هاد المنبر وزارة الوزارة أخرى مزيان يمرو. في الأخير كاين هاد المشروع ديال المنظومة ديال التتبع التقييم. المنظومة ديال التتبع التقييم يعني انتم ملزمون كل سنه انكم تعطيو واحد التقرير على الانجازات والنسب ديال الانجاز ديالكم. الملاحظ ان هناك مسؤوليه كنلقى المدير العام للمصالح شحال، كنلقى رئيس قسم الشؤون الثقافيه والرياضيه، ما كنلقاش شي سياسي، ما كنلقاش رئيس الجامعه، ما كنلقاش شي حاجه. واش السيد يوسف فين تابع الجاد؟ غادي يحاسبوك انت؟ فهادشي ديال المنظومة. المدير العام عنديش عاوتة إلى جديدة عاوتة ما عندناش حتى منهم. أنا غير كنقول إلا تحمل المسؤولية تحمل، وراه كاين